اتفاقية تعاون وقعها كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني منذر الشرع مساء يوم الاثنين بالرباط. بموجب هذه الاتفاقية التي وقعت في إطار الإعلان عن تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، يلتزم المجلسان بإنجاز أعمال مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. هذا اللقاء التأسيسي لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها يأتي تتويجا للدور الطلائعي الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية داخل المؤسسات الدستورية الاستشارية على الصعيد ليس فقط العربي ولكن كذلك على صعيد الإفريقي وعلى الصعيد الأوروبي ويمكن أن نقول على صعيد العالمي. أهمية هذه الرابطة هي تأتي في إطار تجميع الجهود وحشدها للتعامل مع القضايا العربية على المستوى الإقليمي القاري والدولي. إعلان هذه الرابطة يعطي دعم وتعزيز لدور هذه المجالس في طرح القضايا العربية بصورة جماعية. الاتفاقية تأتي لتتويج الدينامية التي أحدثها تأسيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والمؤسسات المماثلة لها، كما تنص الاتفاقية على تنسيق مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية في المحافل الدولية والإقليمية.